السلام عليكم. الله كيف حال؟ كيف امورك؟ تمام. وين موجودين هنا؟ يا روح ثلاثة يا شيخ. هذه سلمناها عطيه شيخ. سلمناها درع ليبيا وسام بن حميد بإذن الله. نحطوا له قواتنا من عنده أي واحد طاغوت تهريب أي حاجة نحن قاعدين درع ليبيا بإذن الله. نسير الله تسجيل البلاد ونجي نصق من الكفرة ونجي نصق من كل حاجة وإن شاء الله بإذن الله نقدر عليه كل حاجة موجود نقدر عليه إن شاء الله ندره إن شاء الله. صح صح سلم بشير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرة سواق سيارة سام ومرة جراد ومرة 23 شنو القصة بالضبط؟ والله 17 فبراير علمتنا إن إحنا نجزو في أي وقت أي حاجة. المهم البلاد ترقى فوق شيء. ربي يحفظك. بارك الله فيك. مش المسعود هذا؟ أه؟ الله أكبر. شو رأيك في خبرة الشباب في الصحراء؟ 100% والله ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. لا هو حسين البابا أمر الدبابات الله أكبر ولله الحمد درع ليبيا. لا ما شاء الله عليهم. سعد الأمر. سير منهم إن شاء الله. سعد الأمر. بإذن الله سير منهم. سعد منهم إن شاء الله. سعد الأمر. زوار ليبيا كلهم ما شاء الله عليهم. الله أكبر الله أكبر. عندنا بواصل. كيف يا راجل؟ الله أكبر والله الحمد لله. الله أكبر. والريبة كلها ما شاء الله. يا قائد ميداني. الرب. بالله ثوار قراويت شفت بحرية. ثوار قراويت. ما عندنا ما نقول ما أقدر نسمع. يصلح الله حالهم إن شاء الله. يصلح الله حالهم ويعطونا فرصة بس نحن نمر البلاد. هذو ما متعين متسلقين متعين كراسي بيرقوا بالشعب على كتف الرجالة. نتمنى ان الله يصلح الله حالهم، نتمنى ان الله يصلح الله حالهم، يهديهم الله ويخلوا التري يستخدم يا رجل. بلاد مفتوحه من جميع التراكيل. وهم يبوا كراسي ويبوا طاولات ويبوا هالت والله اكبر والله الحمد وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. بلال يقول انا قائد ميدان يجي زي التريس اللي خشط. يقعدوا قادة مدنيين هنا في الصحراء في الشمس وفي العجاج. ما يقعدش قاعد في بين المكاتف والتكييف ويقول يقول انا قائد ميداني يا شيخ. والله اكبر الله اكبر الله الحمد. وليبيا وحده وثوارنا واحد يا غالي. وان شاء الله تبنا قاعدين في البلاد ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى نحروها وتنظف بكل شخص وتسلق. العقيد فرج بو شعاله. مرحبا. شو اخبارك؟ انا طيب يا شيخ. الله يبارك فيك. يا اخي فرج بنسالك على الشباب اللي جايين معك شو رايك فيه؟ اي شباب؟ شباب الدرع ليبيا. والله درع ليبيا اول حاجه هما مش درع ليبيا فوق من درع ليبيا اخري وكانوا معنا في جبهات القتال وما فيش حد يزايد عليه من احسن الثوار المقاتلين وكانوا صف واحد مع جيش الوطن وما زلنا لحد الان اسره واحده نحن درع ليبيا جميع الثوار في ليبيا. بارك الله فيك. على الجميع ان شاء الله.